الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أشكر إخواننا الحضور جميعا في منطقة البقاع، جزاكم الله كل خير على حضوركم واهتمامكم. احنا جينا من جمعية شيخ عبدالله النوري، إخوانكم من دولة الكويت. أنتوا تستاهلوا كل خير، أنتوا اللي بتخدمونا مو احنا، والله أنتوا اللي بتساعدونا وبتساعدوا العمل الخيري، جزاكم الله كل خير. جينا لمنطقة البقاع في منطقة عنجر لوضع حجر أساس لبئر، خاصة أن هذه المنطقة تعاني من المياه الملوثة والمياه غير الصحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأنتم جميعا مشاركون معنا في هذا العمل العظيم. نشكركم جميعا وجزاكم الله كل خير، نشكركم على حسن الاستقبال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل دائم. ندعوكم إلى الاهتمام طبعا بصيانة البير وترتيب عمله إن شاء الله بعد إنجازه، ونشكر جمعية الغنى على اختيارها الموقع المناسب، وأشكر كل الفرق وكل الناس اللي موجودة، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك الساكن فيا لم يزال يهنى،